بيكم اعزائي المشاهدين في برنامجنا واولى حلقات برنامج تشيت ستات طبعا احنا برنامجنا الهدف منه اجتماعي بنحاول نلقي الضوء على مجموعه من الظواهر الاجتماعيه واللي طبعا انتشرت في مجتمعنا ممكن تكون ليها ادوار سلبيه كتير جدا فاحنا عايزين نلقي الضوء على الظواهر دي ونحاول نشوف ازاي ممكن ندي كده ولو نصيحه بسيطه للناس علشان نشوف ازاي نقدر نرجع نرجع مجتمعنا تاني او مره تانيه للحاله السليمه اللي كان موجود فيها احنا يعني طبعا البرنامج بتاعنا اسمه تشيت شات ستات علشان انا يعني معايا ضيفتي العزيزه او زميلتي العزيزه الاستاذه امل عبد العزيز وهي المذيعة الثانيه اللي موجوده معانا في البرنامج النهارده وهتفضل ان شاء الله موجوده معانا وهتنبقى سوا مع بعضينا أهلا, اهلا بيكي يا امل اهلا بيكي يا امل أنا سعيدة جدا بالتعامل معاكي طبعا و... وعارفة قد إيه أنت عندك نصايح كتيرة تقدري تقوليها للناس وبالتالي إحنا يعني بنتمنى إن يكون البرنامج مفيد ليكم. اخترنا إن حلقة النهاردة تكون عن ست الكل اللي هي الأم ولكن هناخد الموضوع بشكل مختلف شوية طبعا الأمهات دول أهم ركن في أي مجتمع وبالتالي إحنا كنا عايزين نبتدي بيهم. ولكن موضوع الحلقه بتاعتنا هيبقى مش عن اي ام هيبقى عن جروبات الماميز اوكي هنتكلم بقى عن جروبات الماميز ولكن قبل ما ابدا الحلقه انا كنت محتاجه اشكر مجموعه ناس الناس دي كان ليها فضل ودور كبير جدا في مساله ان هم يعني يوجهوني لمجال الاعلام طبعا عايزه ابدا بالناس اللي موجودين في ماسبيرو ودول الناس اللي انا اشتغلت معاهم ولا زلت بشتغل معاهم بقالي سنين كلهم على راسهم الاستاذ سامح الشوادي الاستاذ محمد هديب طبعا مخرجين عظام ورؤساء القناه وكمان عندنا ناس كتيرة موجوده في القناه اللي موجوده هناك او في القنوات التخصصيه الاستاذه اميره مهنا واسامي كتير قوي لست كبيره انا اشتغلت معاهم بشكرهم جدا لانه حتى الان هما لا زالوا بيساعدوني عايز اشكر كمان محمد نجم برنامج تأملات انسانيه هو وجهني بصراحه للعمل فيه الصحه والجمال وانا متشرفه جدا بان دي تجربتي الثانيه مع قناه الصحه والجمال عايزه اشكره جدا هو فريق العمل الاستاذ سامح الهواري واحمد اسامه والاستاذ نبيل والاستاذه مروه المعده وكل الناس دي كان ليها دور كبير جدا في الفتره اللي فاتت آه كمان عايزه اشكر الاستاذ فريد الجزار اول شخص عرض علي فكره ان انا اشتغل بعيدا عن مجال التعليم وان انا الجا لي مجال الاعلام طبعا انا يعني عايزه اشكر كمان المخرج محمد شنب وبنته الجميله ان شاء الله تبقى مذيعه واعده واشكر طبعا في الاساس محمد الملكي الاستاذ محمد المالكي معانا هنا في قناه الصحه والجمال يعتبر البرين او العقل بتاعنا وكل طبعا الناس اللي موجوده في الفريق بتاعنا الاستاذه مروه محسن فريق الاعداد وكل الناس اللي بتشتغل معاها في آه معانا في البرنامج وفي الاساس بشكر الجمهور بتاعنا والناس اللي كانت متحمسه انها تشوف الحلقه آه لما اعلنت عنها ف يو فيري يعني بيج ثانك يو ونبدا بقى حلقتنا النهارده هنناقش آه موضوع او مجموعه من آه معلومات خاصه بجروب الماميز احنا الاول اللي اخترنا القصه دي اخترنا المعلومات دي عن جروب الماميز او الحلقه دي بالتحديد لان احنا كان يعني في زي ما نكون كده بنحتفل بالانيفرساري او السنويه الخاصه بجروب المامز. هي طبعا ما عدش ما عليها سنه انه هم كان ليهم تاثير رهيب جدا في موضوع الكورونا السنه اللي فاتت فبالتالي احنا بنفتكر بقى مع الموجه الثانيه اللي هتبدا تظهر في العالم دلوقتي في الكورونا بنفتكر جروب الماميز وبنفتكر قد ايه كان ليهم تاثير جبار الصراحه مش بس في الموضوع ده ولكن بعد مناقشه الكورونا هنلجأ كمان ان احنا نذكر مجموعه من المواضيع المثيره قوي اللي كان الجروب المامي سبب فيها زي انهم اثروا على علاقات دوليه ما بين الدول اثروا كمان على علاقات اسريه بشكل بشع جدا ازاي ان في نفسيه طفله معينه هنستعرض قصتها اتاثرت ازاي ان في راجل حصل له هلع وخوف بسبب الجروب بتاع الماميز بسبب موقف هنستعرضه برده خناقات بقى وازاي رد كمان عليهم جروب تاني اسمه جروب البابيز وهنستعرض اجزاء منهم وازاي بيتكلموا على فكره نصايح ان احنا نواجه ازواجنا بشيء هم رافضينه وتعليقاتهم السلبيه جدا يعني هنتكلم في حاجات كتيره قوي وطبعا مش هننسى الحموات اللي كان ليهم نصيب كبير جدا في جروب الماميز طيب احنا بقى يا امل عايزين نعرف كده يا ترى جروب الماميز كان ليه تاثير جامد ازاي لا هو آه طبعا ما فيش شك ان جروب الماميز له آه فوائد كتير جدا آه وله ايجابيات كتير لدرجه ان في ناس بتست... بتعمله كبديل لمجلس الاباء في المدارس لحل المشكلات بتاعت الاولاد والمقترحات اللي تخصهم ده غير ان هو كمان بيساعد المراه العامله في انها تتابع اولادها اثناء الدراسه وده وفر عليها وقت ومجهود كبير خاصه اثناء متابعتها ليهم اثناء شغلها تمام فعلا هما كان ليهم دور ايجابي او ده كان الهدف الاساسي من انشاء الجروب الحقيقه ان هو يتم مناقشه موضوعات بصوره ايجابيه علشان يشوفوا يقدروا يتابعوا اولادهم يقدروا يبقوا على اتصال بالمدرسه وللوقت والمدرسين وهكذا ولكن كعادتنا بقى احنا كستات يعني لما بنقعد سوا صح يا امل بنواجه بقى ايه يعني بنقعد على الحاجه بنخربها لازم يعني لازم نقضي على الحاجه كده فعملنا ايه بقى يا ماميز احنا اللي عملناه ان احنا ابتدينا نبوظ الهدف تماما من جروب الماميز وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا ابتدينا نتخانق مع بعض في الجروبات ابتدينا ان احنا نعمل بلوكات لبعض ابتدينا نتطرق لمواضيع ثانيه خالص زي مثلا وصفات الاكلات which is good يعني لما احنا نعمل وصفات اكلات هي حاجه ايجابيه برضو على فكره لما مراتك تدخل لك كده باكله جديده ووصفه جديده حاجه كويسه بس يعني ايه بعدنا عن الموضوع خالص او الهدف الاساسي ليها ده يمكن فكرني بموقف انا كام اتحطيت فيه تمام بدايه السنه بنعمل جروب للكلاس مم. كان الولد لسه منقول للكلاس سي جديد <applause> آه فبعمل جروب فلقيت آه آه واحده ابنها من كي جي 1 هو 1 سي 2 سي فابتدت آه تقول لي لا انا اللي هعمل الجروب لان انا ولادي سي من الاول وكان مثلا بنتكلم عن سلسله مطاعم متشابهه اللي هو 3 سي الاصلي ف واصرت وعملت الجروب وحطيته على الجروب بتاع المدرسه بسرعه علشان خاطر يبقى هو ده الجروب المعتمد وبننزل <applause> احنا بقى بالرايه البيضاء عشان خاطر هي عشان هي قالت <applause> هي الليدر بالظبط بس تعرفي يا امل انه كمان الجروب بتاع المام يعني تسبب في مشاكل ما بين الاولاد ما بينهم وبين بعض يعني حتى الامهات اللي بقوا يعملوا بلوكات لنفسهم ولادهم عرفوا بالمشكله فبالتالي بقوا يتخانقوا مع بعض آه الولاد برضو يقطعوا بعضيهم وكانت في يعني آه زي هنقول ايه بقى يعني حاجات مؤثره بطريقه غير طبيعيه لدرجه انها وصلت انها تأثر على العلاقات الدوليه يعني حتى العلاقات الدوليه تاثرت بسببكم يا مامز يعني جبروت بصراحه جبارين <applause> يعني في ازمه الكورونا كانت موجوده في سنة في 2020 السنه اللي احنا فيها السنه اللي فاتت حصل يعني ازمه كبيره قوي بخصوص الكورونا لما انتشرت الاشاعات يعني هم كانوا سبب اساسي في انهم ينشروا اشاعات ان مصر تواجد فيها الكورونا او انتشرت قبل ما الكورونا تنتشر وقعدوا بقى يعملوا نداءات كتيره للوزارات لازم تقعدوا الولاد من المدارس آه لازم الولاد يقعدوا لازم تشوفوا حل المهم المواضيع دي في الاخر اثرت بشكل سيء جدا على مش بس الامن القومي بتاع البلد لا كمان العلاقات الخارجيه انا بتهيالي انت عندك خلفيه بالموضوع ده, 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 ده عايزه حقيقي. حاجه آه يعني وقت الكورونا نشطت جروبات المامز بشكل كبير جدا آه لدرجه ان هي كانت بتنادي بغلق مدارس ويبتدوا يشيروا اخبار موثوق فيها واخبار غير موثوق فيها آه آه لدرجه انهم يقولوا ان المدرسه الفلانيه قفلت عشان فيها معرفش كام حاله ويطلع الكلام مش مظبوط آه وكنا احنا لسه في بدايه دخول الفيروس للبلد يعني ما كانش الانتشار بالكيفيه دي آه وده خلى الاشاعات دي ان البلد فيها بلبله وفيها ذعر للناس آه وكمان حتى الدول رفضت تستقبل كتير من المصريين اللي مسافرين ليها نظرا للاشاعات اللي طلعت في الوقت ده في الوقت ده مظبوط فعلا وكان يعني ليها صدى سيء جدا فاحنا بنلحقكم اهو من الاول يعني من قبل ما الكورونا ترجع تاني بعد الشر طبعا ربنا يحفظنا جميعا بنلحقكم بقى ايه تاخدوا بالكم تتعلموا من الدروس اللي فاتت دي ما تكرروهاش لو سمحتوا. طيب في ايه تاني حصل؟ يعني بما اننا اتكلمنا على فكره نشر الذعر والبلبله في الـ في الـ في الـ يعني في الاجواء في عندنا اب يعني اتفاجئ بان مراته متصله بيه 12 مره يعني لو يقدر الكنترول يوري لنا التعليق بتاع الاب ده أه لو ينفع الاب ده اتصلت بيه زوجته 12 مره هو كان بيصلي يعني ما كانش في باله ان في حاجه خالص وفجاه لقيته يعني بيبص على التليفون لقى انه متصله بيه زوجته 12 مره طبعا حصل له ذعر وهلع غير طبيعي اكيد في مصيبه يعني بيحاول بي يتصل بيها تاني بس لقى انه كل القصه ان هي عرفت ان في كورونا انتشرت في المدرسه بتاعت بنتها ولازم ان هو يروح ويتصرف ويجيب البنت حالا اكيد طبعا الاب عرف انه المعلومه دي خاطئه وان اللي كان في كورونا منتشره عند مدرسه بنته ولا اي حاجه وكان ده سبب من اسباب الزعر اللي حصل في موقف تاني كمان كانت لبنوته يعني علاقتها بمامتها يعني باظت على الاخر بسبب انه وطبعا نفسيتها يعني تاثرت جدا انه هي راحت مامتها ما استجابتش للكلام اللي, اللي كان بيدور في الجروبس بتاع الماميز وكل اللي عملته انها ودت بنتها عادي جدا تروح المدرسه عادي لانها مش مصدقه في الاشاعات دي مش لانها مش خايفه على بنتها طبعا البنت راحت لقت المدرسه يعتبر ما فيهاش حد او آه يعني موجود فيها عدد قليل آه فرجعت لمامتها وبتقول لها يعني إنتي مش خايفه عليا مثلا آه اشمعنى هم بيخافوا على اولادهم وانت لا طبعا تاثير يعني سلبي وانا نفسي يعني التعليق بتاع البنت وجع قلبي جدا لو اب كمان نفسه حتى الام نفسها كانت تعليقها على الموضوع انها متضايقه قوي ونفسها انها تمسك كل واحده في الجروب يعني مش هنقول بقى هي كانت عايزه تعمل ايه بس اعتقد ممكن يكون موجود في الـ يعني الكومنتس اللي هتشوفوها ان شاء الله حاجه زي كده طبعا سلبيه وبتاثر في نفسيه الاولاد جدا بتاثر في العلاقات ما بين الامهات فبليز خلوا بالكم ناخد بالنا يعني احنا قفلنا مدرسه قفلنا مدارس بسبب الحوارات اللي بتتم ما بيننا على الجروبس طيب احنا في كمان عندنا بقى يعني ايه الـ الـ الجروبات <صفيق> الحقيقه يعني مشاكل ده <applause> اه لدرجه انها ساعدت الجروبات دي على انها تنشر المشاكل الاسريه يعني تلاقي واحده داخله تتكلم عن علاقتها بولادها ومشاكلها معاهم ومشاكلها مع زوجها آه وبتعرضها بالشكل اللي هو ممكن آه اي حد يتخيل ان هي منتظره حل لكن هو الحقيقه ده ما بيحصلش <applause> يعني هو بي العمليه بتتفاقم اكتر وبيبقى آه زي عدوى بقى يعني تلاقي الجروب كله آه يبتدي يشتكي ويعمل ازمه آه يعني آه لدرجه ان بيبقى على السوشيال ميديا صور آه مسيئه جدا للمشاكل ديت يعني ما يجيبش انها تطلع على السوشيال فعلا ميديا بالشكل هي ده هي زودت الهم ما بين الاسر يعني بدل ما تعمل التاثير الايجابي اللي المفروض يكون منها بالزبط. خلتنا كلنا نتعدي يعني انت عندك مشكله وانا عندي ممكن ما تكونش المشكله دي اصلا عندي او بعاني منها مجرد نشرها على السوشيال ميديا او على الجروبات بقى بتاعه الماميز والنقاش الكتير يخليني كده بالتبعية احس ان انا طب ما انا كمان اقعد بقى افكر واقول ده انا عندي كمان بيحصل كذا وممكن يكون حد اصلا نشر الحاجات دي بشكل قصده ان هو يعمل التفرقه دي او يسيء الـ الـ يعني للصوره احنا عايزين بقى نتكلم على مشكله الحموات اه لا يعني ده ده وصل انه بقى عاملين جروبات للحموات ويعني يعني وتشوفي مشاكل وتعليقات الحقيقه يعني كارثيه يعني يعني مثلا زي ايه طبعا الحموات يعني تعمل لهم جروبات مخصوص علشان يهاجموهم ويعني تخيلي كده بقى لما انت يكون عندك الحمى بتاعتك ولا زوجك مثلا يعرف ولا يشوف او حتى لو انت داخله باكونت مش معروف بس لمجرد ان احنا بنتكلم في الحاجات دي الحاجات دي تحدفنا في النار على طول يعني من غير استئذان فكان في بقى ردود وتعليقات كتيره جدا يعني ممكن نقدر ان احنا يعني نشوفها مثلا يعني من التعليقات المرعبه يعني بترد يعني واحده بتحكي مشكله بينها وبين حماتها بتتدخل في حياتهم وحاجات كده فالسيدات بترد عليها تقول لها ربنا يولع فيها بميه نار هي وامثالها ربنا يجعل يعجل باجلها ويريحها ويريحك يعني الحياة التعليقات في منتهى الـ الـ يعني صعبه جدا جدا يعني, جداً يعني لا يقبلها احد على حد يعني اكيد يعني كان في كمان تعليق انك لو شفتيها آه بصي من العين السحريه هي معموله ليه العين السحريه؟ علشان تشوفي مين اللي جاي وما لهاش يعني ده كان واحد من الحلول اللي اثرتها واحده من التعليقات اللي اتكتبت على كومنت انه مثلا السيدة دي بتعاني مشكلة مع حماتها ان جوزها بتدخل في شؤونه كتير بتقول له ما يروحش القهوه كتير حقيقي دي كانت المشكله يعني ان هو ما يروحش القهوه كتير ان هو يروح الشغل طب الولاد مش عارفه ايه يعني تدخلات الاسريه اللي ممكن تحصل في اي بيت سواء من الحما او من الام يعني من ام الابنه نفسها او من اي صديقه او من اي شخص ولكن طبعا قامت بقى الدنيا ما قعدتش وابتدوا يقولوا نعم الوكيل واحدة عايزة تخرب بيت ابنها يعني فعلاً مم. تعليقات مش بتساعد دي بتولع الدنيا أكتر وما بتهديش الأمور آه بس على فكرة في الجانب الآخر يعني في تعليقات بتبقى إيجابية زي ان تحاولي تشوفيها زي مامتك واكيد انت هتقدري مشاعرها في كل موقف هي بتعمله يعني ده من من التعليقات الايجابيه اللي انا شفتها على الـ الـ لسه في ناس فيها خير يعني اه الحمد لله <applause> فعلا كان <applause> كويس آه ايجابي وكويس <applause> وبيعرفوا وبيدوا نصائح يعني هم بيقولوا لكم اللي احنا فعلا نفسنا نقوله يعني كان في كمان تعليق بيقول ان بنات الاصول معروف انهم ما ينشروش حاجة زي كده يعنى حتى لو انا عندى مشكلة ما يجبش ابدا ان انا اروح انشرها على السوشيال ميديا دي اهانه شديده جدا في حق الزوج واسرته في حقك انت شخصيا لان اي حد هيشوف حاجه زي كده هيقول اكيد اكيد يعني الشخصيه دي برده غير متزنه يعني ليه في طرق واساليب اخرى للتعامل مع المشكله لان أكيد, اكيد الحلول اللي مكتوبه هي فعليا مش حلول ولو شخص بي بيحاول ان هو يعني يكتب لك حل هو نفسه ممكن ما يكونش بيعمله أو بيطبقوا، وفي ناس كتيرة بقى بتحب إيه تدخل بقى تجود كده وتقول آه. كلام يعني ممكن بس علشان إحساس باللقطة بس مش أكتر، آه ولكن في الواقع الحياة غير كده تماماً. آه كان في برضو حاجات يعني بقى من الطريف اللي حصل بقى آه. يعني <applause> إن يحصل النقيض بقى، يعني إحنا قلنا إن في جروبات للماميز يحصل بقى النقيض تماماً ويظهر جروب للبابيز يعني احنا بقى ايه كده خلاص اعلنا الحرب وهتقوم حرب بقى يعني رسمي جوه البلد ما بين الابهات والامهات يعني ان توصل كمان ان الرجاله نفسهم يعني طب الستات احنا يعني بنحب الرغي بقى والكلام ده كله انما الرجاله نفسهم يعملوا جروب خاص بالبابيز وينشروا مشاكلهم الشخصيه على الجروب دي برده كانت حاجه ازمه كبيره قوي. ده زي فرق و... الكوره كده. بالظبط بالظبط والموضوع ده بيزيد الدنيا سوء ويعني مثلا على سبيل المثال في واحد من المشاكل اللي اعلنها او يعني عرض ليها واحد من الناس اللي يعني بيتكلموا في جروب البابيز مشكلته انه مشكلته ان امراته خدت التليفون فتحته لقيته بيكلم بنات. يعني دي كانت المشكله بتاعته. فلما لقيته بيكلم بنات آه يعني آه اتضايقت هو بقى بيقول انا اعمل ايه يعني هو كان سؤاله بالظبط انا اعمل ايه عايزه اقول لكم بقى يعني كان في تعليق مسيء جدا جدا يعني يا ريت لو يقدر الكنترول ال يعرض لنا التعليق بتاع الراجل ده لانه بصراحه يعني من الاخر هو عايز يتهزق يعني هو مش هقول بقى راجل يعني هقول ده اي حاجه ثانيه غير ان يكون راجل اي كائن كده يعني قعد بقى يقول كلام صعب جدا يعني هحاول كده اقرا لكم اجزاء من اللي قاله مش هعرف اقرا كله قال له مد ايدك عليها ده ده الحل بالنسبه له آه مش قلم بس لا تدخل من البيت تندهلها كده آه وتفتح موبايلها وتوقفها قدامك زي العيل وقال كلمه مش هينفع ان احنا نقولها لو فكرت تتكلم بدون اذنك برده قال كلام ما يصحش وعلى وشها بالإليم. أه قبل ما تروح تكون واخد يومين اجازه من شغلك وفي اليومين دول لازم تهين كرامتها وقعد بقى يقول يعني كلام بصراحه انا مش قادره اكلمه يعني اكمله او اقوله لكم لانه كلام صعب قوي قوي يعني فمن ضمن الكلام برده ان هي لازم تبيتها على طول في خناقات ان انت يعني أم لازم تاخد باسبورها وتخفيه يعني ما اعرفش ايه علاقه الباسبور هتسافر من غير اذن اللي هو بيقفل عليها كل الطرق حتى انها يعني تتنفس أه تبتديها بقله ادب وكلام فارغ وبرده تهد الدنيا عليها وقعد بقى يقول كلام صعب قوي بصراحه يعني مش عارفه ازاي ان ممكن بني ادم يعني يدي دي كنصيحه لعلاج مشكله يعني شوفوا بقى احنا بنعرض نفسنا لايه؟ يعني ممكن فعلا كلمه صغيره على فكره تاثر حتى لو الشخص شخصيته مش كده، يعني انا ممكن انا اهو كراجل عندي آه يعني قناعات معينه او كامراه عندها قناعات معينه مجرد انها تسمع كلام الكلام ده يسخنها. يعني حتى لو هي مش هو كمان جه على كرامتها يعني جدا يعني التعليقات دي انت ما بصيتلهاش على انها هي بني ادمه وليها مشاعر وحقها تغير يعني هي ما قالتش يعني اخر بيتي هي بتقول حجم يعني من هو غلطان فعلا آه. هو اصلا غلطان يعني بس بقى بصراحه يعني احنا مش هنرد على الراجل ده احنا هنخلي الستات اللي كتبت التعليقات عليه هي اللي ترد يعني هم قالوا له كلام فعلا يعني يعني بجد بجد شافوا غللنا زي ما بيقول يعني واحده ست كده قالت ده هتلاقيه واحد دلدول في بيته بيخاف يكح ليتعمل فيه كده يعني برده هي كمان عرضته لاهانات شديده قوي وبتقول انه اكيد هو ما بيتصرفش كده في بيته ده هو بيقول الحاجات اللي بيتمنى ان هو يعملها بس هو ما بيعملهاش يعني واضح ان انه العكس الوضع هو اللي موجود ولكن ده برضو بينبهنا لنقطه مهمه قوي فكره انه مش اي كلام يتقال على السوشيال ميديا صح مش اي كومنت اخده ينفع يتعمل بيه مش المفروض اصلا انشر مشاكلي على السوشيال ميديا يعني ده مش شيء كويس يعني انا كراجل اروح وانشر مشكلتي مع مراتي على السوشيال ميديا انا ازاي أشوفك راجل آه يعني او العكس طبعا كسيده برضو ما يصحش يعني الكلام ده كل ما يكون في اضيق الحدود يا ريت بينك وبين جوزك فقط ده هيكون افضل كتير لكم انتوا الاثنين وساعد ان حياتكم تكون يعني افضل آه يعني احنا طبعا الستات بقى ما سكتتش <applause> لا لا يعني دخلوا كمان بمواضيع آه اغرب يعني واحده <applause> قررت انها آه تخلع الحجاب <applause> آه ونقرا بقى الكومنتس اللي جايه لان جوزها رافض الفكره آه واحده ترد عليها تقول لها طلقيه آه ما ما, ما, ما تقلعيه هو مسك ماسك ماسكك من ايدك آه ولو عملك اي حاجه عليكي وعلى القانون انت آه مستنيه آه منه الاذن ما ما تقلعيه آه اخلعيه هو والطرحه يعني يعني بصراحه يعني ردود انا مش فاهمه دي دي ردود منافيه تماما لل للاداب اه العامه يعني ما ينفعش كده يا تقولوا نصيحه صح يا ما تقولوش ومع ذلك برضو بنلاقي في كومنتس كويسه يعني يعني واحده بتقول حاولوا حاولي تقنعيه بكل السبل لان هو لما اختارك اختارك بشكل معين نتيجه قناعاته هو الشخصيه تمام فلا يعني دي من التعليقات الايجابيه اللي انا شفتها وده المفروض يتفقوا الاثنين فيه مع بعض من غير ما ينشروا الموضوع بالطريقه المسيئه دي تمام طيب. احنا يعني حبينا طبعا نكون خفاف عليكم في اول حلقه بنناقش موضوع خفيف لكن ان شاء الله انتظروا مننا حلقات تانية هتناقش موضوعات اجتماعيه اخرى واتمنى تكون النصيحه وصلت وطبعا يعني احلى حاجة اختم بيها كلامي هو كلام ابن الجوزي في انه يقول رب كلمة جرى بها لسان هلك بها الانسان ناخد بالنا من لساننا لانه ده مش هيهلك الناس اللي انت بتبعت لهم رسائل وفقط ولكن ممكن يهلكك انت شخصيا سواء انت كنت سيدة او آه رجل وبتحاولوا ان انتوا تقولوا كلام انتوا مش مسؤولين عنه مش هنقول ان في نوايا سيئه هنقول ان انتوا فعلا ده اللي بتفكروا فيه فعلا ولكن هي دي بقى اللي اسمها الغيبه والنميمه والحاجات اللي تودي في 60 داهيه فيعني بشكركم جدا وبتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه عليكم وان شاء الله في لقاء الجمعه القادمه الساعه 12 ونص شكرا جدا والى اللقاء قريبا شكرا يا امل وبشكرك جدا على وجودك معي